السلام عليكم أحبتي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم ما أعرف شو أقولكم، بس القناة جاية تتعرض الكلمات وسب وغلط، وبالذات يعني تحديدا إلي، ما أعرف شنو السبب. يلا خلي نبدي هذا الفيديو اليوم وعلى بركة الله. المنتخب العراقي الوطني يعود إلى الواجهة من جديد بلقاء ودي مع منتخب توخو في 9 من الشهر المقبل في لقاء ودي يقام في الإمارات. المباراة تم الاتفاق عليها بشكل رسمي لواجهة منتخبنا الوطني بعد إلغاء البطولة الرباعية واعتذار أيسلندا والكونغو، وأيضا اعتذار المدرب الإماراتي عن هذه البطولة. ومنتخبنا سيواجه الإمارات في 12 من الشهر المقبل بعد موافقة الجانب الإماراتي ومدرب منتخب الإمارات. منتخبنا الوطني سيغادر الإمارات في 6 من الشهر المقبل لبدء برحلة الاستعداد لمواجهة توغو والإمارات. بالتوفيق يا أسود الرافدين، ويومي قرار شكل وما نعرف يوم بالغاء يوم باستمرار. نائب رئيس اتحاد الخليج لكرة القدم السيد جاسم الشكيلي يؤكد ملف العراق هو الوحيد المقدم والذي تمت مناقشته، داعم لاستضافة الوصل لبطولة الخليجي 25، والجميع يتمنى أن تقام البطولة القادمة ببلاد الرافدين، وسنعلن عن قرار النهاية بعد زيارة اللجنة خلال الفترة القادمة. وبذات السياق، الاتحاد الخليجي أبلغ الجانب القطري بأن قطر ستكون الدولة البديلة في حال عدم تطبيق الجانب العراقي شروط إقامة البطولة، وهي 3 ملاعب ممتازة، وستقوم باستضافة البطولة لمدة 2 أسبوع. وفي حديث خاص لعلي عدنان يصرح: همام طارق كان من الممكن أن يصل في الاحتراف إلى مراحل أعلى من علي عدنان، لكن مشكلته أنه لم يتعامل مع وكلاء لاعبين جيدين. وسيف سلمان كان مقدر له أن يصبح لاعب صعب لن يتكرر لولا تصرفاته الشخصية الخاطئة التي أثرت عليه كثيرا. شنو رأيكم كلام علي عدنان؟ بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب وكأس العالم للناشئين، الاتحاد الآسيوي يدرس إلغاء كأس آسيا ذات الفئتين لهذا العام والعام المقبل وتأجيله لعام 2023. بهروز وكيل أعمال اللاعب بشار رسن. صرح بهروز وكيل أعمال اللاعب بشار رسن أن اللاعب بشار رسن تعرض لضغط نفسي وجسدي هائل في الأشهر القليلة الماضية لأنه أراد اختيار واجهته المستقبلية بعد أكثر من 3 سنوات في رحلته من النجاح في بيرسبوليس الإيراني. كنت أريد أن يكون خارج الضغط لمدة 2 أسبوع إلى 2 أسبوع قبل أن أتعاقد مع ناديه الجديد. سننهي واجهته التالية في الأيام القليلة القادمة. طيب، منا يقولون وقع القطر، ومنا يقولون الريان رايدة، ومنا يقولون الدحيل رايدة، وما نعرف وين راح يروح بشار. زين، مواقع إخبارية تقول بشار وقع لمدة 1.5 موسم بمبلغ مالي كبير، وهنا أنا بهروز يقول بعدنا ما قررنا واجهته التالية. إذا هم بهروز قال خشمة بالموضوع إلا صوت والله. المهم بالتوفيق لك يا بشار سلم. محترفنا لاباتشي على عباس وزملائه في نادي جيل فيسنتي يواصلون التدريبات استعداد المباراة المقبلة يوم غد الساعة 6:30 مساء أمام نادي فالميسا والبرتغالي ضمن مباريات الدوري البرتغالي. بالتوفيق يا علاء. مهند علي ميمي ورفاقه في نادي السجيلية ينهون استعداداتهم لمباراة يوم غد أمام نادي العربي. المباراة سوف تقام في تمام الساعة 6:30 بتوقيت بغداد وعلى ملعب نادي الأهلي. وعن آخر أخبار الأندية والدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وكانت كالأخبار كالآتي: بسبب إصابة في منطقة الركبة، إبراهيم بايش لاعب نادي القوة الجوية يغيب عن مباراة يوم غد أمام نادي النجف. بالسلامة والعودة السريعة يا إبراهيم. وبخصوص انتقال لاعب محمد داوود إلى نادي الشرطة، حيث اجتمعت يوم أمس إدارة النفط مع إدارة نادي الشرطة. نادي النفط اشترط المقابل منح اللاعب محمد داوود بطاقة الاستغناء أن تحصل على خدمات كل من اللاعبين علي مهدي واللاعب حسام جاد الله.
وأيضا إضافة لمبلغ قدره 250 مليون دينار. ممثل إدارة نادي الشرطة تحسين الياسري وعد بنقل وجهة نظر إدارة النفط من خلال اجتماع لإدارة نادي، والخروج برد رسمي سيبلغ من خلاله إدارة نادي النفط في وقت لاحق. نجم نادي النفط اللاعب أحمد سرتيب على رادار نادي الزهراء في فترة الانتقال. وعن مباريات الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز ستنقل جميع على قناة الشباب سبورت وآسيا مباشرة باستثناء مباراة السماء مع الحدود يوم الأحد، سوف يتم تسجيلها وتبث لاحقا. مباراة الصناعة مع القاسم يوم الاثنين أيضا تسجل وتبث لاحقا. وأيضا قناة آسيا ستنقل مباريات جولة 11 تردد قناة شباب سبورت 10873 فيرتيكال وتردد قناة آسيا 10892 هارتيكال. وهذا منهاج قناة شباب سبورت بنقل مباريات الجولة 11 يومي الأحد والاثنين والثلاثاء.